الحرب على غزة كانت معركة على الحقيقة، معركة لا يشترط كي تكون جنديا فيها سن معينة أو شهادة مهنية. كاميرا الهاتف الجوال وحساب تويتر كانا كافيين للطفلة فرح بكر كي تصد من بيتها هذا المحاذي لمستشفى الشفاء صورة نمطية أرادت إسرائيل ترسيخها لدى العالم عن عدوانها على المدنيين في غزة. 16 سنة فقط هو عمر فرح، وهذه هي الحرب الثالثة التي تعيشها. حرب كانت مختلفة لجهة الدور الذي لعبته فيها، فقد داومت على تزويد متابعيها بآخر التطورات عبر حسابها على تويتر. يعني بالأول أول الحرب كان عندي 800 فولورز، فأنه كنت يعني عادي بكتب لمجموعة صغيرة من الناس. بعدين صاروا يزيدوا، أنا ما كنتش بتوقع أنه هيك أوصل. كنت يعني بدوا يزيدوا شوية شوية، بعدين بدوا يعني بديت أنشهر بالذات من ليلة 29/7 وقت ما كان القصف كله عنا في المنطقة، يعني فكنت أكتب كل إشي. فوقتها الناس يعني كتير اهتموا وصاروا يعني بعدها صار عندي كتير فولورز، ففي ناس صاروا يحكوا لي انه احنا يعني بدل ما نتابع الاخبار التلفزيون صرنا نتابعك انت، فصرت حاسه انه هذا شغل لازم اضل اكمل فيه. يعني تسكن فرح مقابل مستشفى الشفاء التي يعمل والدها فيها طبيبا جراحا. الى هنا كانت تصل جثامين الشهداء واجساد الجرحى ترافقها صرخات ذويهم. انا ما كنتش بقدر يعني اشوف الناس عمالها بتموت عنا بغزه وما اعملش إشي. يعني انا حسيت انه في طريقه بقدر اساعد فيها، يعني هي اني انشر ايش بيصير بغزه بالضبط، وحاولت اكتب بالانجلش اكثر إشي لانه انا بعرف انه العالم العربي يعني بعرف حقيقه اسرائيل بس برا بيعرفوش. في قناه سكاي نيوز عملت ريتويت لشويه اشياء، والبي بي سي، وفي كتير يعني من اللي بيكون في جنب اسمهم صح يعني، بس مش عارفه من هم. لم تكن فرح لتتخيل ان تجد نفسها في بقعه الضوء بعد هذه الحرب. كبرت الطفلة بتجربتها خلال شهر واحد ما يعادل أعواما. قررت أدرس الحقوق يعني عشان أكتر شي تهتم بالقضية الفلسطينية، حابة بدي أركز شغلي عليها، وبدي أحاول يعني بدي أتنافس مع المؤسسات اللي بتدعي أنها بتهتم بحقوق الإنسان، بس إنه هي يعني تهتمش. يعني هي الأكبر ده لأنه هي عمله من الناس عنا بيموتوا، الناس أبرياء وهم مش بتحركين، طب يعني إيش ضايل أكتر من هيك يعني يسكتوا عليه. هي إذن واحدة من رسل الحقيقة الكثر، ميزها الوسيط الذي كانت تتواصل من خلاله وصغر سنها، لكنها راكمت على جهود غيرها ممن عملوا على فضح جرائم الاحتلال وكشف ممارساته. محمد المدهون، قناة الجديد، غزة، فلسطين.